اهلا وسهلا بيكم في قناة رف كتب، والنهاردة معانا مراجعة جديدة لنوع نادر ما ناس كتير بتتطرق له، وهو الادب الساخر. انا خالد الجزار ومنتظر دعمكم للقناة بالاشتراك والاعجاب في الفيديو. رواية النهاردة اسمها رجل المستجير. رجل المستجير. رجل المستجير للكاتب مصطفى حناجل، هنتعرف عليه بعد شوية. إذا رجل المستحيل المؤلف مصطفى حناجل، المراجعة اللغوية الأستاذ عبد الهادي عباس، والإخراج الداخلي الأستاذ رشا عبد الله، وتصميم الغلاف الأستاذ مختار زين الدين. في رسوم داخلية وهنستعرضها مع بعض دلوقتي للأستاذة آية علاء. هذه الرواية رجل المستجير، بص على الغلاف كويس، هنلاقي ان هو واحد مبسوط جدا من نفسه وهو بيقضي على البشرية جميعا، يعني هو هيقضي على الكرة الأرضية عن طريق ان هو هيفرقعها. يعني هذا الرجل اللي هو يمثل المستجير اللي هنتعرف عليه دلوقتي، ازاي هيقدر يدمر العالم بافعاله وتصرفاته. طيب مين هو مصطفى حناجل؟ بيقول ان هو خريج كليه التربيه قسم علم نفس، نشر عشرات المقالات في بعض الجرائد والمجلات المصريه، له مجموعه قصصيه بعنوان عود السوس، ويعتبر رجل المستجير كتابه الثاني، وهو ايضا اول حلقه في سلسله السيرة المستجرية من ألب برونا إلى ما شاء الله. إذا مصطفى حناجل عنده خطة وعنده رؤية قدام إن هو هيعمل مجموعة روايات بتتكلم عن هذا المستجير وياخده مرحلة مرحلة. بيتكلم عن ايه الكتاب او بيبدأ بايه؟ بيبدأ بطفل عنده 2 ونص يا دوبك بيفسر الكلام، ومتميز جدا بالبراءة، وفجأة ازاي اهله باباه مامته بيقدروا يغيروا هذه الفطرة الى ان يصل الى هذه الدرجة من السوء. مصطفى حناجل صاغ الموضوع دوت بطريقة يعني جميلة جدا، صاغها بشكل قد يكون عبقري. لغة سهلة بسيطة، السرد كله بالفصحى، الحوار ممكن يكون فيه، يعني لما بنيجي نتكلم على الحوار مثلا، فهو بي 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 مثلا بيقول ببرودة الثلج قال: وعليكم السلام يا بيه، في حاجة اسمها سلام عليكم، أو شفتوا على الانفجار الفعلي، ايه الزفت اللي انت عامله في الصالة ده يا اسطى؟ تعدى رضا خطوات وسكت لحظات كأنه تذكر شيئا ما وقال بثقة: يا بيه ما هو كلها ألوان، ده حتى الأحمر ما بيبانش فيه الوسخ. حوار بالعامية، السرد بالفصحى، وبياخدنا مصطفى مع مستجير بداية من هو عنده 2 ونص إلى أن ينتهي بالحال ويشتغل في الصحافة ما شاء الله، الله أكبر عليه. مين مستجير؟ مين باباه؟ باباه موظف في السكة الحديد، راجل بسيط خالص موظف في السكة الحديد، ولكن واضح ان هو كان بيربي مستجير بطريقة فيها عنف. تطور الامر بعد كده وراح دخل مدرسة ابتدائية، وهناك زادت البلة طين مع المدرسات بتاعته والمدرسين بتوعه، ازاي قدر التعليم ان هو كمان يرسخ جواه بعض القيم السلبية او يصيبوا بعض الأمراض النفسية أو والاجتماعية. بعدها بيبتدي يكبر شوية ويبقى في المراهقة، وإزاي أصدقاء السوء لما بيتلموا حواليه بيغيروه، وبرضه بيضيفوا عليه بعض الأمراض الاجتماعية أو بيأكدوها عنده. بعد كده بنتنقل لإزاي وهو في ثانوية عامة، والضغط العصبي اللي وقع عليه وهو في هذه المرحلة العمرية والمرحلة الدراسية الصعبة جدا اللي كلنا بنعاني منها واللي كتير عانوا منها من ضمنهم أنا شخصيا. يعني تعالوا نسمع مع بعض اقتباس
بيدور حوالين فكرة الثانوية العامة، ونعرف مع بعض مصطفى حناجل بيقول فيه ايه. نسمع الاقتباس ونرجع تاني. ثانوية عامة والعيشة مرة، هكذا كتبت على باب غرفتي لكل المقيمين والعابرين والزائرين، الخفيف منهم والثقيل، استجداء لكلمة طيبة تشد من أزري، فلم يحرمني أحد من القول المأثور، ابقى بيني لو فلحت. ولكن والحق يقال، فقد تميز أبي عن الجميع واحتقر نفسه جملته الأثيرة، ابقى تعالى اعتبروها تبول على قبري لو فلحت. بعد ما سمعنا الاقتباس دوت نقدر نشوف اسلوب الكاتب مصطفى حناجل وقد ايه بيتمتع بخفة دم وقد ايه قدر انه يقول لنا معاناة هذا المستجير في الثانوية العامة بمنتهى البساطة وبخفة دم متناهية. بينجح اخيرا الحمد لله مصطفى حناجل، واسف بينجح اخيرا المستجير ويدخل الجامعة وعاوز يتعرف على بنات زي ما هو شايف كل زملاته بيعملوا، وبرضه بيقع في شر اعماله نتيجة لطيبته او لان هو كان حد يعني ما هوش الحد المدردح قوي، برضه من احد اصدقاء السوء وبتحصل له مصيبة فيها، ما علينا، بيتخرج من الجامعة عايز يشتغل في مجاله، هو الراجل خريج صحافة وإعلام عايز يشتغل في الصحافة، فبيدور على شغل والحمد لله في البداية ما بيلاقي الموضوع بصعوبة، لغاية ما بيلاقي شغل في جريدة صغيرة كده من اللي هي الجرائد الصفراء، وبرضو نفس المعاناة وقد ايه الوسايط وقد ايه الواسطة والكوسة والمحسوبية أثرت كتير عليه وقد ايه هو تعب من الموضوع ده. لكن طبعا ما يطلعش من المجلة الا لما يكون عامل مصيبة ضخمة جدا عملها قبل ما يخرج، وبعدين لقى وظيفة في حاجة في مكان محترم شوية. النتيجة او في الاخر عمنا المستجير بيتجوز، مأساة اخرى مع حماته وحماه، مأساة مع مراته يعني، ومقارنتها لما كانت خطيبته قد ايه كانت نسمة وتحولت الى عاصفة وبقت مش فارقة خالص عن حماته يعني. وفي النهاية بتحصل حاجة غريبة جدا لعمنا مستجير. ايه العيب اللي موجود فيه، او ايه النقص اللي موجود في رجل المستجير من وجهة نظر انا الخاصة، انه هو بعد جوازه اختفت امه، وكانت امه من الشخصيات اللطيفة جدا جدا اللي كان ممكن تعمل دويتو مع حماته ويبقى لقاء السحاب. ده وجهة نظر انا يعني الست دي اللي ما عندهاش غير ابنها ده مستجير، وحماته اللي يعيني مرمطت بكرامته الارض ومش لاقي حد يرد عنه، ما عرفش مصطفى نسيها فجأة كده، نسي الام دي خالص وكأنها مش موجودة وكأنها مش معانا، ويصل الامر انها تقريبا هي بالفعل اختفت من تلتين الرواية، مع انها عايشة يعني، ابوه مات لكن الام عايشة. يمكن هو ده العيب الوحيد اللي انا شايفه فيه، او النقد السلبي الوحيد اللي موجود في هذا العمل. انا بناشد مصطفى وبقول لمصطفى كمل السلسلة، لانه هو توقف عنها بقاله سنتين ثلاثة هوت. اتمنى ان انا اقرا حاجة تانية للمستجير، وان شاء الله باذن الله مصطفى موفق في كتابك الجديد في معرض 2022، والسلام عليكم.